الشاهد الرابع عشر. العنوان للشاهد الرابع عشر: البشارة نصر من الله وفتح قريب. البشارة نصر من الله وفتح قريب. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. هذه هي البشارة. ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. إذن الله وعد بأنه سيتم نوره. إذن يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذن أيضا هذا وعد آخر من الله سبحانه وتعالى بأنه سيظهر دينه وكل الدين على باقي الأديان، على باقي الأفكار، على باقي الملل، على باقي النحل، على باقي التوجهات. إذن هذا وعد إلهي وهو إظهار الدين. إذن هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذن عندي الله متم نوره، والله سبحانه وتعالى سيظهر دينه في آخر المطاف، في آخر الزمان، في آخر الأحوال، في آخر الظروف، في آخر الطور، في نهاية الأطوار. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذن ما هي التجارة التي تنجي من العذاب الأليم؟ هي الإيمان بالله وبالرسول والجهاد في سبيل الله بالأموال وبالأنفس. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. إذن تجارة تنجي من العذاب الأليم. ما هي التجارة؟ الإيمان بالله وبالرسول والجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس. ما هي النتيجة؟ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. إذن انتهى الأمر، انتهت التجارة، انتهى العقد التجاري، بيع وشراء، أخذ وعطاء. إذن نقول إلى هنا انتهى. لكن لاحظ الشاهد القرآني، لاحظ القرآن الشريف، لاحظ المعاني القرآنية. انتقل إلى تجارة أخرى، انتقل إلى حصة تجارية أخرى، انتقل إلى مورد تجاري آخر، انتقل إلى توجيه آخر، انتقل إلى قضية أخرى في مقابل القضية الأولى، في مقابل التجارة الأولى. يقول سبحانه وتعالى: وأخرى تحبونها نصر من الله
نصر من الله وفتح قريب، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. هذه بشارة أخرى، وبشر المؤمنين. التفت جيدا ما هذه المعاني السامية الراقية الرسالية المتضمنة للوعد وللوعود الإلهية الصادقة. إذن إتمام النور وإظهار الدين وفتح قريب، نصر من الله وفتح قريب. إذن إتمام نور، إظهار الدين، نصر وفتح. إذن نرجع نقول عندي إتمام نور، عندي إظهار دين، بعد هذا عندي تجارة تنجي من عذاب أليم. ماذا فيها؟ فيها إيمان بالله وبالرسول، وفيها جهاد بالأموال والأنفس. مقابل هذا، مقابل هذه التجارة، عندي تجارة أخرى وهي أخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. انتبه جيدا، يوجد إشارة يقول وأخرى تحبونها، مع العلم بأن النصر والفتح ممكن أن يتحقق من خلال التجارة الأولى، من خلال التجارة التي تنجي من عذاب أليم. أيضا فيه جهاد، جهاد بالأموال والأنفس. إذن هنا يتحدث عن جهاد آخر، يتحدث عن نصر آخر، يتحدث عن فتح قريب آخر، يتحدث عن بشرى أخرى. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. هذا المقتبس أو هذه المقتبسات من سورة الصف. إذن في النتيجة يوجد إظهار للدين، يوجد إتمام للنور، يوجد نصر وفتح قريب. أين هو؟ هل تمتع عيسى عليه السلام بهذا؟ هل تمتع أنصار عيسى؟ هل تمتع الحواريون بهذا الإتمام للنور وبإظهار الدين وبالنصر والفتح القريب؟ هل تمتع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيت الرسول والصحابة الأخيار، هل تمتعوا بهذا الإظهار والإتمام للنور وإظهار الدين والفتح والنصر القريب؟ هل تمتع الحواريون وصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل تمتع الجميع؟ جميع هؤلاء تمتعوا في التمكين وحصول النصر والفتح القريب؟ هل عاشوا هذه الحالة؟ هل عاشوا هذا الطور؟ هل عاشوا هذه الفترة؟ هل شهدوا النصر؟ هل شهدوا الفتح؟ هل شهدوا التمكين؟ إتمام النور؟ إظهار الدين؟ أين هم من هذا؟ ماذا ننتظر؟ ماذا ينتظرون؟ المسيح ينتظر المهدي عليه السلام، الحواريون ينتظرون المهدي عليه السلام، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ينتظر المهدي عليه السلام، الصحابة الأخيار صحابة النبي، الصحابة الراضين المرضيون ينتظرون المهدي، أهل البيت ينتظرون المهدي عليه السلام كي يشهدوا النصر والفتح، كي يشهدوا التمكين وإظهار الدين وإتمام النور. إذن أقول أولا انتصرت الإرادة والقدرة الإلهية على معسكر الكفر والشياطين الذين أرادوا أن يطفئوا نور الله. إذن هذا العنوان الأول. إذن أرادوا أطفاء النور، إنهاء النور، إعدام النور، دفن النور، لكنهم لم يتمكنوا. كما قال الله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ليس فقط
لا يقدرون على دفن النور وإنهاء النور وإعدام النور، وإنما سيبقى النور ويتسع النور وسيحصل إتمام للنور وتمكين للدين وإظهار للدين، ونصر وفتح قريب. إذن أقول انتصرت الإرادة والقدرة الإلهية في على معسكر الكفر والشياطين الذين أرادوا أن يطفئوا نور الله تعالى. ثانيا، بقي الوعد الحق والبشرى بالنصر والفتح وإتمام النور وإظهار الدين الذي ننتظر جميعا تحققه بإذن الله تعالى. ثالثا، بشارة إلهية. إذن نقول ثالثا، بشارة إلهية يبلغها عيسى عليه السلام، فيبشر برسول الله أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. بل إنها بشارة موسى في التوراة، وقد صدقها وأكدها عيسى عليه السلام في الإنجيل. ماذا قال عيسى؟ الخطاب لبني إسرائيل، قال: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول. إذن أقول إنها بشارة موسى في التوراة، وقد صدقها وأكدها عيسى عليه السلام في الإنجيل. رابعا، بشارة موسى التوراتية، ثم بشارة عيسى الإنجيلية، ثم تأتي البشارة المحمدية القرآنية التي تبشر بالمهدي خاتم الخلفاء، خاتم وخاتم الخلفاء الأئمة المصلحين عليه السلام، الذي يكون على يديه النصر والفتح القريب. قال تعالى: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وقد جعل القرآن هذا المعنى في مقابل الجهاد بالأموال والأنفس، والذي يحتمل فيه أيضا نصر وفتح. الجهاد هذه التجارة الأولى، التجارة المنجية أيضا فيها جهاد بالأموال والأنفس، وفي هذا الجهاد أيضا يحتمل فيه النصر والفتح. يقول: وقد جعل القرآن هذا المعنى في مقابل الجهاد بالأموال والأنفس، والذي يحتمل فيه أيضا النصر وفتح. قال تعالى: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. لكن هذا الجهاد والنصر يختلف عن النصر والفتح القريب البشرى للمؤمنين الذي يكون في خلافة المهدي الموعود عليه السلام. خامسا، البشرى والوعد الإلهي يشمل الحواريين أنصار عيسى عليه السلام حتى يصبحوا الظاهرين، فلا بد من رجوعهم في آخر الزمان لينالوا ما وعدهم الله سبحانه وتعالى. إذن غيبة عيسى وموت الحواريين، ظهور عيسى ورجعة الحواريين، فلا بد من رجوعهم في آخر الزمان لينالوا ما وعدهم الله سبحانه وتعالى، ويكون ذلك بإمامة وخلافة وقيادة المهدي ووزارة عيسى المسيح عليهما الصلاة والسلام.